حصل ايه يعني قولي لي؟ ما تقلقش، مفيش حاجه تقلق. شكلي عملت مجهود زياده بس مش اكتر. البيشه تتحيروا عليا شويه. البيه هو عايز يبقى ابن سبعه ولا ايه؟ لا قولي له استنى شويه، خلاص اجراءات السفر قربت تخلص. بصراحه انا حاسه عايزه اولاد هنا في مصر. يعني تابعنا مع بعض مشهد من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، وبدي ابارك لكم بالبدايه بهذا النجاح، بهذا الدور ابدعتوا، رائعين فعلا. شكرا. ويعني الف مبروك. انا بالبدايه تسمحي لي ابلش مع يعني نور. الفنان نور ابدعت، وبدي احكي بالبدايه بانه هاي المشاركه كانت مختلفه لك مسلسل الاختيار. بحب اعرف كيف بدات القصه، ترشيحك وتحضيرك للدور ايضا. هو طبعا شرف ليا ولاي ممثل انه يكون موجود في مسلسل زي الاختيار. الموضوع بدا خالص من مكالمه من دكتور بيتر ميمي، وان احنا ان انا اختارني ان انا اكون موجود في مسلسل الاختيار. ما كنتش عارف ايه الدور بالظبط، ان انا اروح اقعد ميتنج معاه في المكتب ونقعد نتكلم شويه. فانا كان كل اللي جاي في دماغي ان انا كنت اشتركت في الاختيار الجزء الاولاني، فكنت عامل القائد محمد درويش الله يرحمه، فانا في الاختيار، فانا قلت يمكن فيزيكال او شكلا فانا هبقى ضابط من الضباط اللي موجودين. فقال لي لا لا لا، الموضوع مختلف خالص. انت وسمر كانت جت خلاص يعني قعدت معانا، انتوا بتمثلوا الاسر القبطيه المسيحيه اللي كانت موجوده في مصر في الوقت ده، معاناتهم ايه بالخط الدرامي اللي كان موجود، وبدانا نتكلم في التفاصيل. انا فرحت جدا 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 طبعا ان انا اولا ان انا مشارك في الاختيار، وفرحت اكتر كمان ان الموضوع فيه دراميا بشكل معين، ان انا هبين ناس مصريين قد ايه كانوا في معاناه في الوقت ده، زي كل المصريين اللي كانوا موجودين في الوقت ده من خلال الخط الدرامي اللي كان مكتوب. فطبعا يعني شرف كبير جدا ليا.